قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. مما نذكره من طرائف الأمور في مثل هذا أن أحد المشايخ الفضلاء رحمه الله سئل في مثل هذا اللقاء هل الأفضل التعدد أو أن يقتصر الرجل على واحدة، وكانت امرأته في قسم النساء، فكان الشيخ رحمه الله يعني يقول يعني النكاح خير كله، والعبد يحمد الله عز وجل على ما رزقه الله، والأفضل له والأفضل له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويشير بأصابعه أنها أربع، لأن المرأة ما تسمع ولا ترى في قسم النساء. على كل حال، مما يجب أن نؤكده حقيقة الأمر أن هذه القضية قضية شرعية، يجب على المؤمن والمؤمنة اعتقاد أنها خير وأنها جائزة وأنها طيبة، لا جرم فيها ولا شر فيها بشروطها التي ذكرناها. وأما كون هذا الأفضل أو لا، فالمسألة كما قلت فيما يظهر لي والله أعلم عائدة إلى المصالح والمفاسد.